بداية، كيف ترى التهديد الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر لتركيا بتدمير اقتصادها إذا ما قامت بشن حملة عسكرية على الحلفاء الأكراد في الشمال السوري؟ ثم بعد مكالمة هاتفية تمت بينه وبين الرئيس أردوغان تراجع عن تلك التغريدة وقال بأن هناك مجال كبير من أجل التعاون بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية والدولة التركية في مجال التنمية الاقتصادية. يعني قبل قليل كنتم تتحدثون عن الرأسمالية في القناة التاسعة الواقع، وأردوغان الرئيس الأمريكي الحالي ترامب هو رجل تاجر في الدرجة الأولى وليس رجلا سياسيا. أولا لم يتقلد مناصب سياسية، لم يدرس العلوم السياسية، لم تكن له تجربة سابقة، كان رئيس شركة، كان صاحب مليارات، له في كل مكان النشاط، فهو يتحدث بلغة التاجر، والتاجر يمكن أن يهدد شركة صغيرة أصغر من شركته من أجل أن يحتكر السوق. فهو هذا الأسلوب في التعامل الواقع لم يعرفه العالم. بالمناسبة هذا الموقف من تركيا الأخير من أردوغان قبل التراجع عنه، هذا أثار حفيظة حتى الكتاب في الصحف الألمانية التي كانت لا تنقطع عن انتقاد سياسة أردوغان، ولكن هي تقول الآن بأن هذه السياسة غير مقبولة بعرف الغرب. هذا من جانب. الجانب الآخر أن الواقع السياسة ما يسمى البراغماتية، أيضا وردت قبل قليل في تقرير في تقريركم، الواقع البراغماتية هي اختراع أمريكي. يعني بدأت السياسة الرأسمالية بآدم سميث ثم انتقلت بالتدريج، ولكن الواقع البراغماتية اخترعتها أمريكا في مطلع القرن العشرين. نعم. وانتشرت تحت عنوان المصلحة النفعية، لم تعد مجرد المصلحة المشروعة المتبادلة، وإنما المصلحة النفعية، إذا كان لدي نفع فأنا أفعل ما أشاء. وأردوغان الذي يتلقى هذه التهديدات مع تركيا، الواقع يتلقاها من رجل يعني بلغ بأسلوبه ما تجاوز به المحافظين الجدد. المحافظين الجدد كانت وثيقتهم عام 1991 تهدد ألمانيا واليابان، يعني الحلفاء الغربيين الرئيسيين لأمريكا في تلك الحالة، لأنه لا يمكن أن يتركوا ألمانيا أو اليابان تتفوق عليهم اقتصاديا. وبالتالي الآن تهديده لتركيا الواقع يأتي في هذا الإطار. تركيا هي البلد الحقيقي الذي يمثل بمنظور ترامب خطرا على الحضارة الغربية المنحرفة في هذه الأثناء بسبب سياسات ترامب وأمثاله.